ساعة، يبقى درجة الحد تحدد بناء على أس المجهول أو أس المتغير. فهمتوها كده يا بنات؟ تمام حد مش فاهم؟ طيب كله تمام. تعالوا لي بقى هنا عند العدد. لو جيت قلت لك العدد 3، احنا من شوية قلنا ان العدد 3 ده عدد، قلنا اتفقنا ان هو اسمه حد جبري من الدرجة الصفرية. قال لي لما بيكون بقى من الدرجة الصفرية ما بسموهوش حد جبري، الرقم اللي هو من الدرجة الصفرية ما بقولش عليه حد جبري، انما بقول عليه ايه؟ بقول عليه حد مطلق، حد واقف لوحده كده ملوش علاقة بالدرجات. يبقى الحد المطلق هو حد من الدرجة الصفرية، وده بقصد بيه الرقم. طب يعني الرقم ده اللي هي 3 بس يعني؟ قال لي لا طبعا، يعني لو جيت قلت لك مثلا ال17 دي تقول لي دي حد مطلق، وبما انها حد مطلق فتكون من الدرجة كام؟ من الدرجة الصفرية. طب لو قلت -5 برضو هي حد مطلق بما ان ما عندهاش متغير، فيكون حد مطلق من الدرجة الصفرية. تمام يا بنات؟ طيب لما بيجي لي الحد الجذري في رقم يعني مثلا اقول لك 2 س، رقم ورمز ثابت ومتغير، بعمل ايه؟ الاتنين دي بسميها معامل. يعني اجي اقول لك ايه؟ 2 س حد جذري، حدد الدرجة وحدد المعامل وحدد المتغير. فتقول لي ايه؟ اولا هي هنا كده تكون من الدرجة كام؟ من الدرجة الاولى. طب ليه؟ عشان السين هنا عندها واحد بس مش باين. طيب وحدد المعامل، فالمعامل بتاعها يساوي 2. طيب حدد المتغير، يعني مين المتغير اللي عندك؟ المتغير اللي عندي هو سين. ده كده بالنسبة للنقطة دي. طيب عندنا الجزء التاني بقى، وهي درجة المقدار. يبقى احنا كده اتكلمنا على درجة الحد، محتاجة تتكلم كمان على درجة المقدار. ايه موضوع درجة المقدار ده؟ درجة المقدار الجبري. درجة المقدار الجبري يا بنات، ودي بقى لما اجي احب اقول المقدار ده من الدرجة كام. اولا احنا اتفقنا ان المقدار بيكون فيه زائد او ناقص، يعني مثلا 2 س دي ما ينفعش اقول عليها مقدار، دي اسمها حد. لما اقول له كده زائد 3 ص دي كده يكون اسمها مقدار. تمام؟ ف2 س زائد 3 ص دي مقدار جبري. المقدار الجبري ده بقى انا محتاجه اعرف درجته. هنا يا ولاد بنجيب درجه كل حد لوحدها، يعني واحنا جوه المقدار بقول له ايه؟ بقول له كده ده حد جبري، الحد ده من الدرجه كام؟ ده من الدرجه الاولى. طيب والحد ده من الدرجه كام؟ برضو الاولى. انتوا سامعيني؟ ايه مش سامعين. معلش هو مش عارفة فصل مرة واحدة. طيب نكمل. يبقى احنا بنتكلم على درجة المقدار. درجة المقدار اتفقنا ان انا دلوقتي كنت بقول عندي 2 س زائد 3 ص، ده كله على بعض كده اسمه مقدار جبري. طيب المقدار الجبري ده ماله؟ قال لي عنده هنا ده حد وده حد. تمام؟ فهنا الاتنين س دي عايز بجيب درجة كل حد لوحده، يعني الاتنين س دي من الدرجة الكام؟ دي من الدرجة الأولى. طيب والتلاتة ص دي من الدرجة الكام؟ برضو من الدرجة الأولى. واختار الكبيرة فيهم وتبقى هي دي درجة المقدار كله على بعضه. طب أنا عندي هنا ده دي الأولى ودي الأولى، يبقى هو المقدار كله من الدرجة الأولى، ما فيهاش كبير وصغير. انما انا بقى لو جيت قلت لك 2 س اس 2 زائد 3 ص، فهتقول لي ايه؟ هتقول لي 2 س اس 2 ده من الدرجه الثانيه، طب و3 ص ده من الدرجه الاولى. اختار الكبيره وهي تبقى درجه المقدار كله، يبقى المقدار كله هنا من الدرجه الكام؟ من الدرجه الثانيه. يعني في حاله المقدار انا عارف ان المقدار متقسم لحدود، فبجيب كل حد لوحده واختار درجة الكبير فيهم، الكبير يكون هو ده درجة المقدار كله. طب أنا مثلا دلوقتي عندي سؤال بيقول لي 5 س ناقص 3، عايز أعرف درجة المقدار ده. أقول له أولا المقدار ده بيتكون من حدين، 5 س و3، فال5 س دي من الدرجة الأولى والتلاتة من الدرجة الصفرية لأنها ما عندهاش
متغير، فيبقى الحد العام المقدار العام كله من الدرجة كام؟ فأقول له من الدرجة الأولى، يبقى المقدار كله يكون من الدرجة الأولى. طيب عندي مسألة تانية بيقول لي 7 س أس 2 ناقص 3 س زائد 1، ده كده ايه؟ ده كده برضو مقدار جبري عشان في علامة زائد وناقص. بنشوف هنا كل حد لوحده، دي من الدرجة الكام؟ الثانية. طيب دي من الدرجة الكام؟ الأولى. دي من الدرجة الكام؟ صفرية. يبقى مين اللي يكسب؟ الثانية. فيكون المقدار كله، أقول له كده إذا المقدار من الدرجة الثانية، بختار أكبر واحدة فيهم. طيب عندي سؤال بيقول لي 5 ألف باء ناقص 2 ألف أس 2 باء ناقص الباء أس 2، بعمل إيه هنا؟ بقول له أنا عايز أحدد الدرجة بتاعتي، هجيب دي لوحدها، هنا دي بقى تكون من الدرجة الكام؟ نرجع بقى للشغل اللي احنا أخدناه في الحد الجبري، بقول له إن الألف دي عندها 1 والباء دي عندها 1، فيكون الحد ده من الدرجة الثانية. تمام، وهنا الألف دي عندها 2 والباء دي عندها 1، فيكون من الدرجة الثالثة، وهنا الباء عليها أس 2 فتكون من الثانية. طب كده مين اللي يكسب؟ الثالثة. فأقول له يبقى المقدار بتاعي من الدرجة الثالثة، وكل ده كده أنا مش فارق لي في حاجة، أنا أهم حاجة أحدد الدرجة بتاعتي. يبقى فهمته كده أنا بعمل إيه فيه؟ طيب بيجي لي سؤال كمان بيقول لي رتب المقدار الجبري حسب الأسس. يعني مثلا عندي سؤال هنا بيقول لي رتب 5 س زائد 2 س أس 3 ناقص 4 ناقص س أس 2، رتب المقدار حسب الأسس تنازلي. عايزني أرتب تنازلي حسب الأسس، يعني إيه؟ يعني هبدأ بالأسس من الكبير للصغير. طب هو فين أكبر أس عندي؟ أنا عندي ده أس 1 ودي أس 3 ودي أس 0 ودي أس 2، يبقى هبدأ بأس 3. لما باجي أبدأ باخد الحد كله على بعض يا ولاد، يعني مش باخد له سين أس 3 وأسيب الاتنين اللي قدامها، لا أنا باخد دي كلها زي ما هي كده بإشارتها، يعني حتى الإشارة باخدها معايا، يبقى أقول له 2 سين أس 3. طيب وبعدين عندي سين أس 2 وكان قدامها سالب، يبقى سالب سين أس 2. بعد كده عندي الخمسة سين أس 1 وهنا ما كانش قدامها حاجة، يبقى موجب 5 س أس 1. بعد كده عندي سالب 4، أكتب سالب 4. يبقى فهمتوا كده يا بنات عملنا إيه هنا؟ حد مش أيوة. فاهم؟ نعم؟ حد مش فاهم يا بنات؟ لا يا مس، أنا فاهمة. تمام. ملك وريموندا وآلاء، ايه يا بنات حد سامع صوتكم يعني؟ تمام. طيب يلا بينا نجيب تمارين الدرس بتاعنا. آه، الناس اللي معاها الكتاب تطلع الكتاب. يلا هنا كده يا بنات هنبدأ بالسؤال الأول، والسؤال الأول مدهولي في شكل جدول وبيقول لي إيه؟ بيقول لي عندك حاجة في الجدول اسمها الحد الجبري، وبعد كده المعامل، وبعد كده الدرجة، وبدأ يحل لي أول مسألة، قال لي سالب 7، إيه المعامل بتاعها؟ إحنا متفقين المعامل وهو الثابت الرقم يعني، طب هي أصلا هي رقم فكتب لي سالب 7. طيب الدرجة، الدرجة وأقصد بيها الدرجة الصفرية، لأن هنا السالب 7 ما عندهاش أي رموز فتكون من الدرجة الصفرية. طيب السؤال اللي بعد كده قال لي 2 ألف باء أس 2، المعامل وهي الاتنين ما عنديش فيها مشكلة لأن هي الرقم. الدرجة بقى عمل إيه؟ خد الدرجة بتاعت الألف اللي هي 1، وخد الدرجة بتاعت الباء اللي هي الاتنين، وجمعهم مع بعض، قال لي فكده تكون من الدرجة التالتة. نبدأ بقى بإسراء ونقول يا إسراء التلاتة معامل، آه المعامل بتاعها إيه والدرجة إيه؟ المعامل بتاعها
سالب 3 صح؟ لا هي 3، ليه احط سالب؟ ماشي. هي 3، يبقى المعامل 3 يا إسراء. تمام. طيب الدرجة، الدرجة هتكون 3 برضو. يا حبيبتي ثانية، انت فاهمة طب لا لا الدرجة بنجيبها ازاي؟ ثانية ثانية ثانية، 3 زائد 1 يساوي 4. لا إسراء ركزي معايا، الدرجة أنا بجيبها إزاي؟ الدرجة إسراء أنت صوتك بيقطع، واحدة واحدة هنضرب تاني كده، أنا بسألك على المعامل، الدرجة، المعامل 3 دي تمام، الدرجة بقى هتبقى 1 زائد 3 هيساوي 4. لا يا حبيبتي أنت فاهمة، احنا في السؤال رقم 3 اللي هو السؤال ده كده تمام؟ أنا بسألك على الدرجة، الدرجة احنا بنجيبها منين؟ يعني الدرجة دي بجيبها ازاي من المسألة؟ بجيبها من الأس اللي على المجهول، تمام؟ يعني الأس بتاع الرمز اللي عندي. طيب ماشي، أنا الأس هنا الرمز ده عليه أس كام؟ أنا ما عنديش رمز أساسا، هو احنا وبما ما إني ما عندناش رمز، عنديش رمز أساسا فيكون من الدرجة الصفرية. تمام، فتقولي لي يبقى من الدرجة الصفرية، يبقى ولا الأولى ولا التانية ولا التالتة ولا هجمع حاجة، هو أصلا ما عندوش رموز أساسا. السؤال رقم 2 يا ريموند، المعامل الحد الجبري 7. 7 ألف باء أس 3 جيم، المعامل كام؟ 7 المعامل 7، تمام. طيب بالدرجة، الدرجة 5 من الدرجة كام؟ الخمسة. الـ5. برافو عليكي، عشان الألف هنا يا بنات عندها 1، والباء عندها 3، والجيم عندها 1، يبقى برافو عليكي يا رواندا من الدرجة الـ5. طيب السؤال اللي بعده يا آلاء، المعامل -8. آلاء أيوة صوتك بعيد قوي يا آلاء، مش سامعاكي. سمعيني كده. سالب 8 سين أس 2 باء، ايه هو المعامل هنا؟ سالب 8 اه كده سامعاكي. درجة الحد الجبري 2 زائد 1 شاطرة. بـ3. طب والدرجة؟ 2 زائد 1 بـ3 من الدرجة الثالثة. شاطرة، برافو عليكي، تمام. طيب من الدرجة الثالثة. طيب السؤال اللي بعده يا ملك، حضرتك يس تمام. سين تمام قصاد أس 2 تمام. هنا المعامل ايه بقى؟ هو ما مش موجود أصلا. بالظبط، المعامل مش موجود اصلا، ولما بيكون المعامل مش موجود بيكون، لا بيكون 1، ما ينفعش يكون 0، لانه لو 0 فمعناها 0 في اللي وراه بصفر، لكن هو هنا مش موجود فاقول له يبقى 1، تمام، لان 1 في اي حاجه بنفس القيمه اللي موجوده عندي، فمش مش بنكتبه، فعشان كده بنقول له ان المعامل 1. طيب والدرجه، الدرجة هتبقى 3 كام؟ مثل 3 الدرجة الثالثة. 3، صح كده، تمام، انا مش سامعك، صح كده، الدرجة الثالثة، تمام. طيب تعالوا نشوف السؤال رقم 2 يا بنات، بيقول لي ايه؟ بيقول لي بقى ان هو بدأ يدخلني في المقدار، وكتب لي كده المقدار سالب 3 ألف أس 5 باء. طب هنا الناس اللي هتشوفه هتقول لي ايه؟ ده ما ينفعش اقول عليه مقدار عشان ما فيهوش زائد او ناقص.
احنا الحاجة الكبيرة ينفع نقول عليها صغيرة عادي، انما الصغير ما ينفعش اقول عليه كبير. فانا هنا سالب تلاتة سوري، الحاجة الصغيرة ينفع نقول عليها كبيرة، انما الحاجة الكبيرة ما ينفعش نقول عليها صغيرة. يعني سالب تلاتة ألف أس خمسة باء ده ينفع اقول عليه ان هو مقدار، بس مقدار بيتكون من حد واحد، مقدار بيتكون من حد واحد، يعني ما فيهوش زائد او ناقص عشان اقول عليه بيتكون من حدين. فيبقى سالب 3 ألف أس 5، قال لي عدد المقادير واحد، لما جينا ننطقه قلنا عليه مقدار ذو حد واحد، ولما جينا نكتب الدرجة بتاعته قلنا ان الالف عليها أس 5 والباء عليها أس 1، فيكون من الدرجة السادسة. طيب السؤال التاني برضو هو حله معايا، فاحنا هنبدأ بقى يا بنات من السؤال التالت وإسراء. بيقول لي إسراء السؤال اللي هو 5 س أس 3 ناقص 7 س زائد 4، ده عدد حدود المقدار بتاعي كام حد؟ مثل هو رقم أكمل الجدول. عدد مقداره، تمام. عدد مقداره هيكون 3. 3، تمام. وعشان كده هو سماهولك مقدار ثلاثي، يعني هو كتب لك الجملة دي. انت بقى قولي لي بيتكون من الدرجة الكام المقدار ده، من الدرجة الكام؟ من الدرجة الخامسة، من الدرجة الخامسة. لا ثانية، من الدرجة الثالثة. من الدرجة الثالثة. شاطرة، برافو عليكي. عشان احنا قلنا في المقدار بنقسم الحدود لوحدها وبجيب درجة كل حد لوحده وبختار الكبير، فهنا أكبر واحدة الثالثة. برافو عليكي. طيب السؤال اللي بعده يا ريموندا، ريموندا عدد الحدود 3 حدود، اتفضلي. تمام، اسمه بقى ايه؟ اقول عليه ايه؟ مقدار ثلاثي، وده مقدار ثلاثي، تمام. طيب الدرجة بتاعته؟ 4. 4. برافو عليكي. عشان عندنا اخر واحدة الف اس 2 بقى، اس 2 هنجمعهم مع بعض يبقى 4. شاطر. طيب السؤال اللي بعد كده الاء، عدد اتفضلي. الاء س اس 2 ضرب اس 3 ناقص حدود المقدار الجبري 2، واسم المقدار الجبري مقدار ذو حدين، تمام. ودرجة المقدار الجبري عشرة. هنا بقى ايه؟ 10 هو ايه ال10 الدرجة بتاعته؟ ايوه لا، واحدة واحدة. بس انت عندك هنا اولا انت بتحلي في السؤال اللي هو اسمه سين اس 2 صاد اس 3، تمام، ناقص 3 سين صاد اس 4. انا بجيب كل واحدة لوحدها، يعني هنا 2 زائد 3 يساوي 5، يبقى دي من الدرجة الخامسة. وهجيب دي كمان 1 و4 برضو 5، يبقى دي من الدرجة الخامسة. بما ان دي 5 ودي 5 يعني هما الاتنين قد بعض، فباخد واحدة بس، انما لو كان فيهم واحدة كبيرة فانا كنت خدت الكبيرة، تمام. يعني لما بيكونوا قد بعض باخد منهم واحدة مش بجمعهم، لا انا باخد واحدة بس. لو كبير، لو فيهم حاجة كبيرة وحاجة صغيرة بختار الكبيرة، تمام. يبقى هنا ده هيكون من الدرجة الخامسة البنات. طيب ايه ملك؟ نعم يا مس. ملك. تمام مس، هو صح، انا اتلخبطت قوي في السؤال ده، مش فاهماه. انا حاولت افهم من محله بس برضه معرفتش. طب حاولي بس تحلي معايا كده، حاولي بس تحلي معايا كده. تمام، عدد الحدود، عدد الحدود يعني قسمي لي المقدار ده وقولي لي هو بيتكون من كام جزء. يبقى كده 4. تمام، صح كده 4. طيب اسمه ايه بقى؟ هيبقى لما مقدار اجي اقول له رباعي، اسمه باللغة العربية اقولها له ايه؟ مقدار رباعي. شاطر، تمام. طيب عايزين نجيب درجة المقدار،
ايوه مقدار رباعي. شاطر. عايزين بقى نجيب الدرجه. الدرجه بقى هنعمل ايه؟ انت لما قلت لك قسميه عشان تعرفي عدد الحدود قسمتيه لاربعه، فهتجيبي كل واحده لوحدها، درجه كل حد لوحده، وبعد كده بتختاري الكبيره. يعني مثلا اول واحده دي اللي هي الف اس اتنين وباء، دي كده من الدرجه الكام؟ كده من الدرجة الثانية تبقى الثالثة. تمام، دي التالتة. طيب اللي بعديها هي هكتب لك عليها تلاتة عشان تبقي عارفة. بس اللي بعديها هتبقى من الدرجة تبقى الخامسة. دي الإجابة النهائية ولا دي إجابة السؤال اللي بعده؟ لا دي التانية، كده السؤال التاني التانية. اللي طب بعد. ما ليه التانية قلت خمسة؟ انت عندك الالف اس واحد والباء اس ثلاثة، فيكون من الرابعة مش الخمسة. تمام. انا الارقام ماليش دعوة بالاسس بتاعتها، الرقم ماليش دعوة، انا ليا دعوة برقم الرمز. تمام. تمام. اللي بعدها اللي بعدها تبقى خمسة. مس خمسة. تمام. طيب آخر واحدة. آخر واحدة تبقى أربعة، صح؟ أيوة سامعاكي، آخر واحدة هتبقى من صح. تبقى أربعة. تمام، هي أصلا باء وعليها أربعة. هنا بقى بختار الكبيرة وتبقى هي دي الدرجة بتاعتي. طب مين الكبير هنا؟ الخمسة، مين أكبر الدرجة في دول اللي انتي كاتباه ده الخمسة، كله؟ خمسة، خمسة. ملك. نعم يا مس، ملك نعم يا مس، مس حضرتك سامعاني؟ ملك سامعني؟ أيوة بقول لك مين أكبر واحدة في دول؟ مين أكبر واحدة في اللي تمام. إحنا أنا كتبناه ده؟ قلت الخمسة. طب درجة أي الجبر ملك الجبري سامعاكي؟ الخمسة. الخمسة، فهقول له يبقى المقدار بتاعي من الدرجة. تمام مش وصلتي بالظبط وصلتي كده، برافو عليك. أخرتي. يبقى فهمتي كده تحلي إزاي؟ أيوة اه إيه. طيب السؤال اللي بعد كده يا اسراء، بيقول لي اكمل درجة الحد الجبري 3 س اس 2 ص هي كام؟ اللي هو رقم 4 يا مس؟ اسراء. معاك يا مس. اللي هو رقم 4. لا، السؤال الثالث، النقطة رقم واحد. الحد الجبري س معامله هو صفر. لا إسراء، السؤال الثالث، أكمل ما يأتي أول نقطة. تمام. درجة الحد الجبري 3 س، ثلاثة س أس اتنين ص هي اتنين، ومعامله هو ثلاثة. مس معامله تمام 3، انما اللي انت قلتي درجته 2، انت عندك السين عليها اس 2 والصاد عليها اس 1. مس هو هنا ثلاثة، ثلاثة س أس اتنين. مس يبقى من الدرجة الكام؟ التالتة، التانية، هي اسراء انا سامعاكي. التانية. الدرجة، لا التالتة، التالتة زي ما قلتي الأول. تمام. طيب السؤال رقم 2 يا ريموندا، تمام. الحد الجبري س أس 3 ص. أول حاجة معامله هو ايه؟ النص، النص يا بس. نص. شاطرة، برافو عليك.
مش حاجة تكسب طيب معانا؟ ودرجته؟ انت معاكي يا روماند؟ ايوه معامله نص التمام الدرجة بتاعته بقى. السادسة. السادسة. من الدرجة السادسة. برافو عليكي، تمام صح كده. طيب السؤال رقم 3 يا آلاء. الحد الجبري سين معامله هو